لما كنت بتتكلم عن الجهنمية اللي في بعض الدول العربية بيسموها مجنونة أعتقد. هي البونجيفيليا في العالم كله. الجهنمية في ناس ممكن تجيبها تلاقيها مزهرة وجميلة في المشتل تقوم جايباها وتزرعها وتهتم بيها وترويها وبعد كده تفضل ما تطلعش زهر يعني تبقى خضرة ولطيفة إنما الزهر اللي كان موجود ده وكان بهرنا في المشتل ما نلاقيهوش. مدلعينها. إحنا اللي مدلعينها؟ أيوة. ليه بقى؟ بص يا ستي الجهنمية محتاجة حاجتين أساسيتين إن هي تعطش وإن هي تشوف شمس جامدة. هتديلها مية وتدلعيها هتديكي خضار وأفرع خضرة ومفيش زهر وما تطلعش زهر كتير. هتديلها حقها من الشمس والمية ما تكونش قوية وكتيرة هتظهر جامد جدا. ما هو يعني التربة بتاعت الجهنمية لازم تبقى فكرة. ناشفة ما تبقاش طرية. طبعا أرجوكم ألف بيت زرع في الدنيا كلها مفيش زرعة أسقيها وما تسربش المية من تحت، ده معناها ان في كارثة هتحصل كلها شهر وهتموت الزرعة دي، الجذور هتعفن. طبعا لازم تكون مخرمة من تحت كويس جدا ولازم لما أسقيها مش لازم أموتها، يعني ما هي عايزة تشرب مش عايزة تغرق. وبعدين ما تجيش أسقي كل يوم، ما نستنى لغاية لما أحط إيدي في التربة لقيها نشفت من فوق أديلها، يا إما هي لو عطشانة هتروح عاملالك كده، لو عملت كده أديها مية. إنما كل يوم كل يوم أنا سر يعني سر إظهار الجهنمية بشكل كثيف إن طبعا. إحنا نعطشها وتشوف شمس جامدة ويبقى فيها شمس قوية طبعا وتطلع في البلكونة عادي وتكبر وتزهزه. أنا عامل منها جهنميات، عامل منها بونزايات في البيت، عاملها وبتزهر وعاملة كوشة كده قد كده. واو واو تحفة. ما انا قلت لك ما عرفتش اجيب كل حاجه. لا ما هو احنا لنا حلقه في فصل الربيع احنا نعمل احلى وقت في الدنيا ممكن تصوري جنينتي، واوعدك انك تنقلي للناس ظهور ما حدش شافها قبل كده على الاطلاق. طيب انا بس عشان الكلام ما يفوتناش لازم مره تانيه اوجه الشكر لليوم السابع لان هي اكتشفت الجانب ده في اكرم محمد مصطفى شيرجي وعملت له حصه في تلفزيون اليوم السابع اسمها شيرجي جاردن. لهم الفضل ده الحقيقه، لولاهم ما كناش هنعرف حاجه من عن هوايتك العظيمه دي. بعد الفاصل هنرجع لانواع فلفل من السند والهند وبلاد تركب الافيال بعد الفاصل.